هنتقل للحقيقة لبعض بقى المستجدات اللي بتحصل في بطولة الدوري. حتى هذه اللحظة شفنا سموحة بيتألق وبيحقق فوز هام جدا في آخر مبارياته في الأسبوع الـ 14 على استاد القاهرة. تابعنا اللقاء وأنا شفت الـ 90 دقيقة كلهم أمام سيراميكا كليوباترا، أمام المدير الفني الأسبق كمان لسموحة اللي عنده قوام جيد، عنده الحقيقة فرقة تم تدعيمها بشكل جيد، وهنا بتكلم على فرقة سيراميكا كليوباترا. لكن كابتن طارق العشري اتحدى كل الظروف الصعبة، قدم مباراة جيدة أمام النادي الأهلي، وهو تصريحاته دايما واضحة الحقيقة. اللي بيتكلم دايما مع الكابتن طارق العشري هيعرف إن هو تصريحاته واضحة. هو قال إن هو عمل اللي عليه في مباراة النادي الأهلي وعينه على الدوري، والمباراة القادمة بالنسبة له هتكون مباراة مهمة جدا. بنشوفه بيتألق قدام سموحة، بيدير المباراة بذكاء لأنه عرف إن سموحة دايما بيتقدم، لعب على الكرة الثانية، حط حسام حسن كمهاجم اساسي، دايما كان بيلعب له الطويله، شفناها في كره الهدف وحتى في كره الهدف الثاني. حسام حسن بيعمل الجامب، بيتقدم عليه السنتر باكس دايما بتوع سموحه، ورا ده على طول في واحد فاتح سبرنت، سواء اللاعب اللي كان بيشارك واحرز الهدف الثاني بواتنج او حتى اي حد شارك في هذه الجمله. فواضح ان الكابتن طارق العشري مركز، بيفوز على سيراميكا. ولكن كابتن طارق العشري طلع لنا تصريح الحقيقه مهم جدا، وقال مباراة بيراميدز هي الأخيرة لي مع فريق سموحة. أنا شخصيا حزين من هذه التصريحات، لأن التعجل دايما أو فكرة أن أنت تضغط مدير فني بيعمل اللي عليه وبيعمل لك نتائج جيدة. وعلى فكرة فرقة سموحة مع كامل الاحترام تم تفريغها، ما فيهاش النجم اللي هو الجامد قوي إن احنا نقول سموحة زي السنوات الماضية. فاللي بيعمله الكابتن طارق العشري مع الكوكبة اللي موجودة من اللاعبين أعتقد هو إنجاز، لأن الفرقة بتظهر بشكل جيد في مباريات كتيرة، مش فرقة يعني ضعيفة أو فرقة يستهان بيها. وشفنا مباراتها الحقيقة أمام الأهلي والزمالك بتبقى دايما مباريات قوية رفقة الكابتن طارق العشري. يعني التصريحات خليني أقولها لحضراتكم عشان نبقى عارفين إيه اللي حصل. الكابتن طارق العشري قال إن هو قعد مع عمرو الغنيم نائب رئيس نادي سموحة، وأكد له على عدم مقدرته على مواصلة العمل في ظل هذه الأجواء، وقدم الشكر ليه والباقي أعضاء المجلس الإدارة طبعا اللي تمسكوا بتواجده ودعموه خلال الفترة الماضية، واتفقوا خلاص إن هم يوجهوا بيان شكر للكابتن طارق العشري على الفترة اللي قضاها مع الفريق، وهيبحثوا عن مدير فني جديد. هل بقى إن أنت تبدأ تبحث عن مدير فني في هذا التوقيت من عمر البطولة قرار صائب؟ مع كامل الاحترام لقرارات البنك الأهلي واللي هو أشرف نصار اللي أنا بكن له مثلا كل الاحترام، مشى الكابتن خالد جلال، مع كامل برضو الاحترام للكابتن حلمي طولان، هل نتائج البنك الاهلي بالكوكبه الموجوده بقى من اللعيبه، عملت تدعيمات، جبت ابو جبل في حراسه المرمى، جايب اسلام جابر من نادي الزمالك، حمدي علاء من نادي الزمالك، رزاق سيسين من نادي الزمالك، محمد هلال عندك مجموعه من اللعيبه، ناصر منسي متواجد ايضا، موجود كوكبه الحقيقه احمد ياسر، مجموعه كبيره جدا من اللعيبه مش عايز اقعد اسمي. ولكن هل النتائج بعد رحيل الكابتن خالد جلال كانت قرار صائب؟ نفس الحاله على اكتر من نادي، كل الانديه اللي بتفكر انها تعمل تغيير اللهم الا نادي اسوان، لان هو في الاساس كان خسران اول 3 4 مباريات، فبالتالي الكابتن ايمن الرمادي عمل انجاز. هل انت في ضمانه ان المدير الفني اللي هيجي ويتولى القياده الفنيه لسموحه بالكوكبه اللي موجوده من اللاعبين قادر ان هو يعمل نفس النتائج الايجابيه؟ الراجل ماشي بشكل جيد، والحقيقه اعتقد ان هو هيبقى قرار خاطئ، مش عشان اسماء، ما بسميش بقى كابتن طارق او كابتن حلمي طولان او كل الكباتن اللي بنكن لهم كل الاحترام، ولكن التوقيت غلط. ما بنشوفش ده بيحصل في اوروبا الا يعني في اضيق الحدود، ويمكن مؤخرا الدوري الانجليزي ها بدا يبقى فيه شويه تغييرات كده تشبه شويه الدوري المصري، بس هناك الريتم اعلى بكتير جدا، واللعيبه بتقدر تساعد المدير الفني مش العكس. هنا اللعيبه بتبقى محتاجه اللي يجي يساعدها. فالحقيقه اعتقد ممكن قرار يبقى خاطئ بالنسبه لنادي سموحه، واكيد بنتمنى التوفيق للكابتن طارق العشري.